أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. توثيق جرائم الحرب يناشد المجتمع الدولي للكشف عن مصير معتقلي التظاهرات. الدعم الأمريكي يواجه فيتو الكتل الشيعية بوجه الزرفي. ثوار بغداد والنجف يؤكدون صمودهم من أجل دماء الشهداء. السعودية تخفض 50 مليارا من ميزانيتها بعد هبوط النفط الحاد. العراق المالكي يقود حراكا سياسيا لإفشال حكومة الزرفي. العراق تصعيد سياسي ضد الزرفي ومخاوف من رسائل عسكرية. يعاني العراق على المستوى الاقتصادي من إشكاليات كبيرة جدا بسبب الضعف الكبير في القدرات المالية والاقتصادية وعدم الاستقرار الأمني والفساد المالي وسوء الإدارة وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، كما أن إحصائيات صندوق النقد الدولي قالت بأن سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق تعني أننا سندخل مرحلة الكساد الذي سيؤدي إلى مزيد من معدلات البطالة والفقر وتوقف التنمية والمشاريع وخاصة الاستثمارية. مقال للكاتب حاتم الفلاحي نشره مركز راسام للدراسات. يعاني العراق من فوضى عارمة تضرب مفاصل الدولة العراقية على جميع المستويات السياسية والأمنية والصحية والاجتماعية، وهناك انقسام اجتماعي حاد وكبير بين مكونات الشعب العراقي، حتى وصل الانقسام إلى المكون الواحد، بل وصل إلى حد الاقتتال بالسلاح. وهناك انسياد سياسي لم يسبق له مثيل منذ عام 2003 حول تسمية رئيس وزراء جديد بدل عادل عبد المهدي الذي استقال بسبب ضغط الشارع المنتفض، يضاف إليه فشل علاوي في تشكيل وزارته بسبب الخلافات السياسية الكبيرة بين رئيس الحكومة والكتل السياسية التي تنادي بالحصول على مكتسبات وزارية، حتى وصلنا لتسمية بديل لعلاوي حيث تم تشكيل لجنة سباعية من الأحزاب الشيعية لتسمية رئيس وزراء للعراق حسب المشورة الإيرانية التي تقدم بها شمخاني عند زيارته للعراق، ولكنهم فشلوا أيضا في تسمية وزارة جديدة بسبب الخلافات الداخلية في البيت الشيعي، حتى تم تكليف عدنان الزرفي من قبل رئيس الجمهورية مباشرة. يضاف إلى ذلك الصراع الذي تخوضه إيران في العراق عن طريق ميليشياتها المسلحة ضد القوات الأمريكية، والذي أظهر ضعف وعجز الحكومة في بغداد وجميع الرئاسات وقدرتها في تجنيب العراق هذا الصراع الذي لا يصب في مصلحة العراق ومصالحه العليا. كما بان جليا أن من يتحكم في الوضع العراقي هم الميليشيات التابعة لطهران والقوات الأمريكية. يضيف الكاتب: لقد تحول العراق إلى ساحة صراع مفتوحة بعد انعاد التوتر والتصعيد العسكري بين القوات الأمريكية والميليشيات الولائية التابعة لإيران، فقد تم تبادل الضربات الصاروخية والجوية بين الطرفين، ولكن هذه المرة يبدو أن هناك إصرارا من قبل الطرفين على الاستمرار بالتصعيد. الصراع في العراق يدخل مرحلة جديدة من التصعيد الذي يمكن أن يستمر ويتوسع، والذي سيكون مدمرا ولا يصب في المصالح العليا للعراق. هل يعقل أن يتمكن رئيس الوزراء أيا كان أن يلغي الميليشيات وهو الخارج من سلة بيض أصحابها الذين يأكلون ويشربون وينهبون ويقتلون ويختطفون بتلك الميليشيات ويغشون بها على أغنامهم ولا يخافون ولا يستحون؟ سؤال طرحه الكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية، وجاء فيها: وأخيرا عثر الرئيس برهان صالح على الشخص الذي يرى أنه صالح للجلوس في مقعد عبد المحسن السعدون ونوري السعيد، ولكن كثيرين من العراقيين يخالفون الرئيس
ولا يرون مرشحه الجديد عدنان الزرفي كذلك، فهم يرفضونه ليس فقط بسبب صفحة أعماله السابقة، بل بمتابعة مسلسل تسلقه سلم المناصب العليا وسر بقائه في أعلاه بين ذئاب العملية السياسية القائمة. وجرت العادة منذ أن تسلط قادة الأحزاب الشيعية والسنية والكردية على الحكم في العام 2003 أن يعمل الراغب في الانتماء إلى نادي الكبار وفق قانون الانتهازية الثابت المعروف، وهو احصل على السلطة لتحصل على المال، واحصل على المال لتحصل على السلطة، ثم لكي تحافظ على مقعدك الدائم فيها وأنت آمن وعلى الصراط المستقيم. وكان ثابتا ونهائيا أن يلتزم الرئيس برهم صالح بالتقاط مرشح جديد لرئاسة الحكومة، وهي أعلى درجات سلم المناصب الحكومية، من أعضاء جماعة هادي العامري ونور المالكي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر وقيس الخزعلي وحيدر العبادي وفالح الفياض فقط لا غير، حتى لو كان من أرباب السوابق ومن الذين ثقلت موازينهم بالأمية والتطرف الطائفي والفساد والغش والارتهان لإرادة الوصي الأكبر القابع وراء الحدود. والذي لا يمكن هضمه في هذا التكليف هو طلب الرئيس برهم صالح من عدنان الزرفي في لقاء التكليف أن يلتزم بتنفيذ مطالب المحتجين دون أن يشخص تلك المطالب، وهو الذي يعرفها كلها وبالتفاصيل. ثم كيف يمكن لأحد عاقل أن يصدق أي رئيس وزراء حين يعد مواطنيه بالقضاء على الفساد وهو ابن البيئة الفاسدة التي ولدته وأرضعته من حليبها وأنشأته وسهرت على رعايته حتى اشتد عوده وأصبح بكرمها وبركاتها محافظا للنجف التي هي فاتيكان أحزاب الحكم لأهميتها عندهم طائفيا وسياسيا وأمنيا واقتصاديا. يبدو الشرق الأوسط في حالة شديدة من الغليان، إيران، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، تركيا وأمريكا، حروب أو استنزافات، كل الساحات مفتوحة بين بعضها وعلى بعضها، والحسابات مفتوحة أيضا، من يريد أن يرفع الضغط عنه ومن يريد أن يمارس الضغط على الآخر أو من يريد أن يحاصر الآخرين، فيما وباء فيروس كورونا يهدد الجميع ويحد من قدرتهم على المناورة عن التصعيد في المنطقة، كتب سعد كيوان في صحيفة العربية الجديدة. هل هي طبول الحرب تقرع أم أنها عمليات استنزاف واختبار لمن نفسه أشد وصبره أطول؟ بدأت المواجهة مع اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وتتوالى فصولاً. هل لإحراج ترامب وجره إلى مواجهة عسكرية عشية الانصراف إلى حملة الانتخابات الرئاسية، أم لحرف الأنظار عن فيروس كورونا الذي تحول إلى مأساة للشعب الإيراني، ما دفع المقرب من خامنئي علي رضا بن نهان إلى تبشير الإيرانيين بأن تفشي كورونا مقدمة تسرع في ظهور الإمام المهدي المنتظر؟ تعيش المنطقة إذن على صفيح ساخن، والأجواء تبدو ملبدة وشديدة التوتر، ومن شأن أي خطوة استفزازية أو غير محسوبة أن تؤدي إلى حرب أو تدفع إلى مواجهة يصعب ضبطها، وخصوصا أن إيران تشعر اليوم أنها محاصرة من كل الجهات بما فيهم بعض الحلفاء، وتحديدا روسيا التي تتوجس طهران من أنها تتواطأ مع واشنطن على وجودها ودورها في سوريا، وهذا الشعور ممكن أن يدفعها إلى المغامرة في عملية هروب إلى الأمام كانعكاس للعقل الأيديولوجي الديني والشمولي الذي يعتبر أن تقديم أي تنازل أو الذهاب إلى تسوية بمثابة استسلام أمام الشيطان الأكبر. ما يمكن أن يخفف من الاندفاعة الأمريكية هو تصديق الكونغرس على قرار يحد من قدرة ترامب على شن حربه
فيما لو أراد على إيران إذا أنه يلغي القرار الصادر عام 2002 الذي يسمح للرئيس بشن عملية عسكرية بدون موافقة الكونغرس. يربط أي عمل عسكري ضد إيران تحديدا بموافقة الكونغرس، وقد أدى ترامب امتعاضه من القرار بالقول نقوم بعمل جيد جدا مع إيران، وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار أي ضعف. هناك العديد من الكتب والأفلام التي تتضمن إشارات مباشرة إلى فيروس يتفشى في مدينة ووهان الصينية، حتى أنها تشير إلى فيروس كورونا، مثل رواية عيون الظلام لكاتب روايات الرعب الشهير دين كونتز المنتمي إلى اليمين الأمريكي. حول الهوس والخوف من فيروس كورونا كتب توران قشلاقشي في صحيفة القدس العربي. ينجرف العالم اليوم نحو الفوضى والغموض، البشرية كلها تحبس في نفق من الخوف، والمخاوف تتزايد يوما بعد يوم، وكأن هناك من يريد تأسيس امبراطورية خوف في العالم. هذه المخاوف لا يستطيع أحد السيطرة عليها، ولا يمكن تحديد من أين وكيف جاءت، وتنتشر بشكل غير متوقع بسبب هذا الغموض. عالم الاجتماع البولندي الشهير زيغموند باومان الذي توفي عام 2017 وصف في كتابه الخوف السائل المجتمع الحديث السائل بأنه آلية تحاول أن تجعل حياة مليئة بالخوف قابلة للعيش. يشير باومان إلى أن المخاوف العالمية قد استولت على الجميع منذ 11 من سبتمبر أيلول، مبينا أن هذه المخاوف تتحرك وليست في حالة صلبة. ويقول بينما تنتج الحداثة المزيد من الحرية إلا أنها ستزيد في المقابل من المشاكل الأمنية للفرد في العصر الحديث، وفي حقيقة الأمر يقع الشخص غير الحر في مستوى العبد بسبب الارتياب، ولكن في الوقت نفسه تخلق البيئة الحرة المرتابة الفوضى، مضيفا أن ممارسات إدارة المخاطر التي كانت إلزامية بالفعل منذ سنوات أصبحت معروفة جيدا وواضحة للغاية بعد 11 من سبتمبر. يضيف الكاتب الإنسانية تواجه الآن خطرا واضحا، ألن يتعرف العالم على أولئك الذين يحاولون خلق أمبراطورية الخوف في العالم عبر العديد من المؤامرات التي تعرفها أو نجهلها، مثل العنصرية والإرهاب العالمي والإسلامفوبيا والأزمات الاقتصادية المتصاعدة في العالم عقب 11 من سبتمبر والآن فيروس كورونا. رغم ما أظهرته العولمة من رسوخ وتأثير، ورغم ضخامة الاقتصاد العالمي المرتبط بالاعتماد المتبادل والتكامل بين الأمم، وما بذل في هذا النظام من استثمارات معززة بتقدم علمي وتقني هائل، فإنه نظام أظهر هشاشة وضعفا أمام التحديات المتوقعة والمفترضة للعولمة نفسها، كالأوبئة والإرهاب والأزمات المالية. وها هو العالم رغم تقدمه يعيش في واقع الحال تحت تأثير الوباء والهجرة والعنف والأزمات المالية الناشئة من قرارات أو اتجاهات يصعب السيطرة عليها، كأسعار الطاقة. ففي قوة ومكاسب النظام العالمي تشكلت أيضا نقاط ضعفه وهشاشته، مقال للكاتب إبراهيم غرايبة في صحيفة الغد الأردنية. تقدم الاقتصاد العالمي في مرحلة سابقة قريبة نحو تجاوز الدول المركزية، وصارت المنظمات الاقتصادية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والشركات الكبرى والبنوك سلطة مالية واقتصادية عالمية ومحلية، لكنها منظومة لم تكن قادرة على إدارة الأزمة الناشئة على وباء كورونا، وصارت الدول المركزية والمجتمعات التي تعرضت للتهميش وتخلت عن معظم أدوارها والتزاماتها في مواجهة المسؤولية تجاه الوباء وحدها من غير تضامن أو مشاركة عالمية، وكأن الاقتصاد العالمي يعمل في اتجاه واحد فقط، فهو يريد فرض سياسات وتشريعات في الحدود والجمارك والرقابة والضرائب والفوائد والحماية،
لكنه لا يتحدث عن التحديات والخسائر الناشئة بسبب العولمة. العالم اليوم في مواجهة الوباء لا يبدو عالما واحدا كما هو في حركة الاستثمار والبنوك والتجارة العالمية، ففي الوقت الذي تستطيع هذه الشركات الحصول على التسهيلات والأرباح والاحتكارات في نظام اقتصادي وتجاري عالمي، لا يوجد تأمين صحي وتكافل اجتماعي عالمي. لا يتحدث أحد في دافوس عن الوباء والفقر والتهميش. تطرح أحيانا الهجرة كمسألة مزعجة للشمال وليست كقضية إنسانية اجتماعية تدفع ملايين الناس إلى اليأس. لقد تحول مصطلح العولمة إلى رديف للامسؤولية المنظمة، فليس ثمة أحد أو جهة يمكن الاحتجاج ضدها أو مخاطبتها أو مقاضاتها. قال خفير بلاس مراسل شؤون الطاقة في موقع بلومبيرغ نيوز إن السعودية لديها خطة عالية الانتصار في حرب النفط، وربما كانت روسيا هي التي بدأت حرب الأسعار، إلا أن السعودية كانت تنتظر الفرصة لكي تنتهزها. سيغير تحول كهذا اقتصاديات الصناعة، حيث ستعطي كلفة الانتاج المنخفضة جدا السعودية الميزة للفوز بأي حرب للأسعار. وبالنسبة للأمير عبد العزيز الأخ غير الشقيق لولي العهد محمد بن سلمان، فهذا يمثل مقامرة هائلة. فأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم اختارت التعايش مع أسعار منخفضة للنفط، وظلت الرياض صامتة حول نواياها في الحرب الحالية. ولكن إن كانت الشكوك صحيحة فإنه نتيجة الحرب ستكون بناء على نظريات داروين التي يبقى فيها الأحسن أو الانتقاء الطبيعي. ففي الوقت الذي يزيد فيه العالم حربه ضد التغيرات المناخية، فإن الطلب على النفط سيتزايد إلى الذروة في العقود المقبلة، ومن المحتمل أن تظهر كل من السعودية وروسيا بجراح من المواجهة الحالية، بالإضافة إلى الضرر الذي سيحصل على آخرين، خاصة شركات استخراج النفط من الصخر الزيتي. وفي المملكة فالتفكير الحالي هو السماح للأسواق الحرة بمواصلة العمل، وإن كان المسؤولون يشعرون بالخوف فإنهم يحاولون عدم إظهار هذا. فالسعودية ستحاول التعايش لعام أو عامين مع أسعار نفط منخفضة، وستقوم بتعديل النفقات وإعداد مسودات لحماية المواطنين، خاصة ممن هم بحاجة للمساعدة. ويقول بسام فتوح مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، في الوقت الذي يزيد فيه السعوديون الإنتاج فقدرتها واستعداداتها على تخفيض الإنتاج فقدرتها واستعداداتها على تخفيض الإنتاج تصبح أكثر صعوبة، لأنه لا يوجد منتج يريد العمل تحت قدراته الإنتاجية القصوى. تبرع لاعبو منتخب ألمانيا لكرة القدم بمبلغ 2.5 مليون يورو لمكافحة الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد. وقال مدير المنتخب أوليفر بيرهوف في مؤتمر صحفي عبر الفيديو: أنا على اتصال مع اللاعبين وقررنا منح مساعدة فورية بقيمة 2.5 مليون يورو بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. من جهة أخرى دعا لوف الناس إلى تغيير سلوكهم بعد هذه الأزمة، وقال في فيديو من منزله: يبدو أن الأرض تدافع عن نفسها ضد البشرية التي تعتقد أن بمقدورها القيام بأي شيء وتعرف كل شيء. وكشف رئيس الاتحاد الألماني فريتس كيلر أن لوف ويبرهوف عرضا تقليص حجم رواتبهما للمساعدة في الخروج من هذه الأزمة. والآن نتابع وإياكم الكاريكاتور.
وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.